مكوة شعر ملزوقة في بعضها، طاسة ملهاش قاعدة، سلايم في السنيكرز، إزازة جيلي وبانيو في مية زرقة. اعرفوا ازاي تعملوا مقالب مضحكة لعرايسكم في حلقتنا الجديدة. كريستي عايزة تزود ملح في كوباية صاحبتها من غير ما حد يشوفها، لكن دولي ما حستش بأي فرق. يلا نحاول تاني. المرة دي كريستي كانت كريمة حبتين في الملح. اتفضلي، اشتغل المقلب. دولي شربت المقلب. باربي كانت بتتفرج عليهم بحرص. دلوقتي تقدر تعمل مقلب في أصحابها هي كمان. صديقة زارت باربي فقعدت على التسريحة، وباربي كان معاها هدية ليها. اتفضلي الصندوق الظريف ده فيه عقد. ندهن علبة صغيرة بلون أكريليك، نضيف لها فيونكة ونلون دايرة من الفوم، نشيلها في العلبة، نعدي سلك رفيع من خرز لؤلؤ، نعمل جزئين منفصلين ونشيلهم في العلبة، نضيف فيونكة بأحجار زينة بينهم. صديقة باربي فتحت الهدية. العود ده جميل خالص، بس طلع في ايديها حتتين. ده شكله مقلب. ده معناه ايه؟ مش فاهمة، لكن باربي بتتصرف ولا كأن ليها دعوة بالموضوع. البنات قرروا يعملوا مقلب في باربي. كريستي بدلت مخدة الكنبة بعنكبوت مخيف. نطبق قطعة لباد اسود ناعم نصين، نرسم دايرة، نقطع منها قطعتين، نخيطهم في بعض ونعمل قطعات في الأطراف، نقلبها من الداخل للخارج، نملها حشو بليستر ونخيطها بالكامل. نعمل قطعة أصغر بنفس الطريقة، نثبت رأس العنكبوت في جسمه ونضيف خرز بصمغ سخن أسود عشان نعمل العيون. نتني منظف الأنابيب علشان نعمل بيهم الأرجل ونثبتهم. نلزق ترتر أحمر على الظهر بصمغ سخن. نعمل تفاصيل على الظهر بصمغ سخن أسود. العنكبوت مستني صاحبته، وفي نفس الوقت دولي بدلت مانيكان عادي بشبح. نقص مربعين من الشاش، نطبق منديل مرتين بالتساوي ونقص الكورنر، هيطلع لنا فتحة في المنتصف. نشكل قطن في هيئة كورة ونلفها في منديل تاني. نغطي المانيكان بقطعة شاش ونركب المنديل المفتوح، ونغطيه بطبقة تانية من الشاش. نربط خيط عليهم ونثبته بصمغ سخن، ونضيف منديل كمان عليه. نثبت الرأس القطن على القمة ونلف خيط على الرقبة. نضيف تفاصيل بلون أكريليك أحمر. نقطع الأطراف بشكل خفيف. المانيكان الشبح خوف باربي فوقعت على الكنبة من الخوف، لكن وحش منفوش كان مستنيها. كده انهيار عصبي. باربي اترعبت جدا وطلعت تجري، والبنات مبسوطين. مقلب دولي كان ناجح. أخت باربي الصغيرة بتتفرج على حلقات روم تروم اللي بتحبها. هي بتحب الفنون والحرف، فحسنت تصميم فستان أختها. نرسم قلوب ونجوم على ظهر فستان اللعبة، نقصهم بحرص بمقص ضوافر. باربي لبست فستانها. خسارة إنها ما شافتش التصميم اللي على الظهر، بس كل الناس هياخدوا بالهم من الشكل الغريب. باربي خرجت ومش واخدة بالها إن في أي حاجة. حظ سعيد. صاحبة باربي طلبت منها تقعد مع أختها الصغيرة. الأخت هادية جداً علشان هي قاعدة تعمل ميك اب لنفسها. الرموش الصناعية اتدمرت، وقلم أحمر الشفايف كله على وشها. واو، باربي ما كانتش متخيلة إنها تشوف حد بالجمال ده. العروسة الصغيرة عايزة كمان تفرد شعرها. هي لقت مكوة شعر. نتني شاليمو ونقصه بالتساوي.
نصب صمغ سخن في نهاية الشاليمو، نضغط عليه بالمسطرة، نساوي الناحيتين الملزوقين ونثبت القاعدة بصمغ سخن، نضيق المسافة بين الناحيتين ونلزق خرز على جنبين المفصل، نلون الشاليمو أسود، نعمل مستطيلين من صلصال خفيف أسود ونلزقهم على الناحية الداخلية. لما الصلصال ينشف نلزق عليه قطعتين لزق دبل فيس. العروسة الصغيرة بتفرد ديل الحصان بتاعها، لكن مكوة الشعر لزقت في شعرها، شكلها وقعت ضحية مقلب. طيب النهاردة مش أحسن يوم للجمال، باربي مش قادرة تبطل ضحك وقعدت تصور العروسة الصغيرة مضحكة قوي. بعدين أختها الكبيرة رجعت وأغمى عليها من شكل أختها الصغيرة. العرايس راحوا حصة يوجا لكن نسيوا حاجة، كل واحد محتاج مات. اتفضلوا يا بنات، نقص مستطيل من فرخ فوم، نلفه زي مات اليوجا ونلزق نهايته بصمغ سخن. عرايس الباربي بيحاولوا يفردوا المات اليوجا بس من غير فايدة. ما تقدريش تفصل الصمغ السخن بإيدين العرايس بتاعتك، ضحكنا عليكوا يا باربيز. محتاجين نغير عشان اليوجا، لكن في مفاجأة في شنطة الظهر كمان. نطبق بنطلونات اليوجا للعرايس ونشيلهم في شنطة الظهر اللعبة، نضيف عليها دقيق ونزود تيشرت فوقيهم، نرج شنطة الظهر. باربي طلعت الملابس من شنطتها بس كلهم غرقانين دقيق. هو ده مقلب خبيث؟ صاحبتها مش أحسن منها، هي بتغير حذائها ومش واخدة بالها إن في مقلب في السنيكرز. نضيف لون أكريليك بينك على صمغ أبيض وكم نقطة بوركس، نخلط سلايم، نغسل الناحية الداخلية من حذاء باربي الخفيف بمحلول صودا، نملاه بسلايم. باربي لبست السنيكرز بس في سلايم بينك جواه. يا ده مقرف، في حد أكيد مش عايز العرايس يعملوا أي رياضة. كان بيمرن عضلات بطنه البلاستيك ومحتاج يشرب مية، يمكن البنات معهم شوية؟ ما تقلقش يا كان، خد إزازتي. نشيل سنون الرصاص من أنبوب صغير، ننظفه بقطن الودان وندوب جيلاتين في مية سخنة، نملى بيه الأنبوبة باستعمال قطارة، ندهن الغطا بلون أكريليك ونكتب جملة إزازتي بإبرة ولون، نشيل فيها أوراق نباتية زينة. كان فتح الإزازة وحاول يشرب بس مفيش حاجة بتنزل، ضحكنا عليك يا كان، اشرب جيلي. باربي بتتفرج على مهارات حياتية في الطبخ وكان عايز يعمل فيها مقلب. بحضر مقلب في المطبخ، نلزق كاسات لعبة بصمغ سخن في بعض، ونلزق أطباق بنفس الطريقة وسلطانيات. الكاسات والأطباق مش عايزين يفكوا من بعض، كان لزقهم في بعض. باربي متضايقة راحت للبوتاجاز. البيضة لازم تتشال دلوقتي من على الطاسة. نقطع الغطا بالرقبة من إزازة بلاستيك، نفصل الحلقة ونشيل الزيادات، نقطع المشبك من غطا قلم، نبرد مكان القطع ونصنفر الحلقة بنفس الطريقة، ونلزق المقبض في الحلقة، نقطع القاعدة من كرتون سميك، ندهن الناحية الداخلية من الحلقة أسود والناحية الخارجية فضي، ندهن القاعدة أسود، نضيف نقطة حمراء في المنتصف زي الطاسة الحقيقية، ننزل عليها صمغ سخن ونلونها بألوان أكريليك بحيث تبقى شكل البيضة المقلية، ونغطيها بملمع أكريليك شفاف وننزلها في الطاسة. باربي شالت الطاسة بس مفيش غير المقبض في إيديها، القعدة لسه على البوتاجاز. كان عمل طاسة قلي مفكوكة.
باربي ابتدى يجيلها زعر، وكان بيزود بنزين على نار المقالب. تابلت مطعون بسكينة هو اللي جاي عليه الدور. نقص صورة تابلت مصغر مطبوع على ورق ذاتي اللصق ونلزقها على قطعة فوم رفيعة. نغطي الشاشة بلزق شفاف. نرسم لوجو كاميرا على الظهر. نعمل شكل السكينة من الكرتون ونقطعها نصين. نلف النصل بفويل وندهن المقبض بلون أكريليك. نلزق قطعتين السكينة على ناحيتين التابلت بلزق دبل فيس. باربي كانت لسه بتهدى بس شافت التابلت بتاعها مطعون بسكينة. لأ كده كتير، باربي متستحملش الضغط ده كله، أغمى عليها. باربي حست بتحسن فكلمت كنا علشان يشوف إيه سر كوابيس المطبخ دي. هي شك إن في عفريت في المطبخ، لكن أدلة المقالب اختفت بشكل غامض وبطيخة ظهرت على الترابيزة. ندخل قمع ببالونة خضرة صغيرة ونضيف خرز أسود صغير في سلايم جاهز. نصبهم في البالونة ونربط البالونة كويس ونساوي قمة. نلون البالونة بألوان أكريليك ونخلي شكلها زي البطيخة. العرايس دخلوا المطبخ بس ما لقوش غير بطيخة، قطعوها والسلايم نزل منها. إزاي ده ممكن؟ في عفريت مقالب عايش في المطبخ ده؟ البنات جهزوا مقالب حمام لباربي. الأول خلونا نملى البانيو بمية ملونة. نملى بانيو العروسة مية، ندوي فيه ألوان جواش. نعمل رغاوي بصابون أطباق وأسفنجة. ننزل الرغاوي في البانيو علشان تغطي لون المية، وكمان سربوا عبوة شامبو الباربي مش عادية. نضيف شاور جل صمغة أبيض، نزود عليهم ألوان طعام وشوية نقط بوركس. نخلط السلايم ونشيلها في أنبوب جليتر. نلزق ستيكر شامبو مطبوع ونلف الغطا في صلصال خفيف وسابه مسحوق غسيل مخصوص على الغسالة. نقص علبة مسحوق غسيل مطبوع على كرتون، نطبقها ونلزقها في بعض. نضيف بودرة ألوان طعام أزرق وأحمر لشوية مسحوق غسيل. نشيل المسحوق في العلبة ونلزقها علشان نقفلها. الحمام كده جاهز، لازم بس يستنوا باربي. العروسة دخلت فعبت الغسالة بالمسحوق الملون، وكمان أخدت الشامبو ونزلت في حمام الرغاوي. بس الشامبو نزل على شعرها زي السلايم الملزق. هي دي تركيبة جديدة لوقوع الشعر؟ الأفضل لسه جاي. باربي بقت شبه الأفاتار بعد الحمام، ده فظيع. وكل هدومها اللي اتغسلت اتلونت، ده كابوس. النهاردة أكيد مش يومها. عجبتكم مقالب باربي بتاعتنا؟ اكتبولنا في التعليقات أنهي مقالب هتعملوها في عرايسكم. وما تنسوش تدوسوا لايك للحلقة وتشتركوا في القناة وتضغطوا علامة الجرس علشان ما يفوتكمش مقالب عرايس جديدة على تروم تروم.